ايه وصلنا للجهه الاخرى الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اصدقاء الاعزاء اينما كنتم. صورت لكم الجهه اللي من لهي وملي كنت داير تلاقيت هذيك الكوموتيف ديال الشيمين ورا صورت لكم قديمه من ايامات فرنسا. وصلنا لهاد لابارتي هذه هي الواجهه الجهه الثانيه اللي كتطلع على الشارع بن سينا فوالا. وكاينه تما كاين راه هي الهي فين كاين داك هذاك داك فين كاين هذيك الكروه راه هي كاينه تما لينيم كاين تما لينيم ليكول ديال المهندس. وكتزيد واحد شويه كتلقى المدرسه راهي كتبان من هنايا مدرسه المهندسين. اذا ها هو كما كتشاهدوا ها هو لاكار. لاكار داير بحال شي مطار كبير تبارك الله. وفي هنايا الخط الاول الخط الثاني كتطلع داك الشيء الخط الثالث الرابع في التحت وكتطلع مع مع مع, مع ليزيسكالي هاد ليزيسكالي هاد الدروج ديال الضوء كهربائيين ليزيسكالي الكتريك تطلع معاهم وتتمشي مع هاد لابارتي هاد لابارتي تدخل منها. ولكن الا دخلتي ما تمشيش من الجهه الاخرى اللي من الليل. الا مشيتي الجهه الاخرى من الليل ما تلقاش الطاكسي تهود من هنايا فهمتيني. هنايا فين كيكونوا بزاف المسافرين صافي من تما كاين تهود الطاكسيات هنا جورينوي ففي ديماغك كاينين هنا ما كاينش ديما كاينين الطاكسيات. وهي هادي هي واحد الجداريه راهي غادي نصور هذيك الجداريه. راه دابا كاين شي اربعه الجداريات اللي مصور غتلقاهم في الانستغرام. هاد البلاصه شنو كان فيها؟ هاد البلاصه كان فيها واحد المسجد. كان فيها واحد المسجد هنايا. المسجد راه هو فين دو شتيه راه فين حوله المسجد راه هو اللي كان هنا دو ليه. دابا القصه ديال المسجد شنو هي؟ كانت هنايا كان المسجد وكانت فيه واحد الامام ديال المسجد مات وخلى الزوجه ديالو مسكينه في هذا المسجد اللي كان هنايا في هذه البلاصه. هذيك الزوجه ديالو في الوقت اللي كانوا غيريبوا هذا لابارتي ريكلاماو ليها بانها باش غتحيد وتدبر على راسها حيت كانت واحد السنين مجانيا ودابا راها صافي راها ما عندهم ما يديروا ليها. هذيك سميتها مني علموها في ديك الجمعه كانت غادي تجي الجمعه. جيت انا صليت انا هنايا جينا صلينا الجمعه وهي جات طلبات من الامام ديال الجمعه باش يدير ليها فاتحه. هذيك الفاتحه شناهي؟ يدير لها ربي شي تاولت الخير. وتانط ليا يا اخي تاولت الخير. وفعلا وجينا حنا صلينا ديك الجمعه تما كاينه. كانت عندي شي خدمه هنايا في هاد الاقامه عند واحد الكليان وخو الجمعه جينا صلينا باش نصليو هنايا. تلقينا مع هذيك الدعوه ديال هذيك السيده الله يدير ليها ويبدا الامام تلبيتها للرغبه ديال واحد السيده وهي اللي عارفه شنو كاين النوايا في القلب ديالها. يا ربي تفتح عليها يا ربي بحال كنقولوا امين يا ربي تيسر لها امين يا ربي دير شي تاويلات الخير من عندك امين وبقي دعي معايا دعي معايا نقولوا امين. ما تلقى هذيك الدواء غير مع الابواب ديال السماء مفتوحه راق. الغد ليه ديال السبت نهار الحد صبحت ميته مسكينه صبحات ميته سبحان الله. عرفتي راه ملي سمعتها جيت لهنايا نهار الحد الاثنين جيت انا عند الكليان قال لنا ودي شتي هذيك السيده اللي كنا دعينا معاها. قال لك هي قال لك راه ماتت. انا لله وانا اليه راجعون. شفت التاويل ديال الخير احسن تاويل دار لها يا اخي احسن تاويل. ايوا هذه هي القصه ديال هذه المحطه والبدايه ديالها. مازال غادي نصورها لكم من الداخل غنصورها لكم من الداخل. غادي شي عالم اخر غادي تشوفوه من الداخل. يا سلام واحد العالم ما عمركم شفتوه. عرفتي داير بحال شي مطار وداك الشيء جميل جدا جميل 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 بزاف 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 بزاف. انا كنشوف دابا شي غادي ناخذ لكم هذيك التصويره راه هي ناخذ لكم هذيك التصويره هذيك الجداريه وغناخذ لكم التصويره هذه هي شويه ديال البنان مع شويه من هنايا من هنا ناخذ لكم نجيت شويه لا غادي تدخلوا لي هذا العمود غناخذها لكم من هنا صافي. هي ناخذ لكم التصويره هنايا مع المسجد مع نكبرها شويه ناخذ لكم بحال هكذا. يلا تحياتي الخالصه والسلام تلقاوها في الانستغرام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. التصاور مجانيه ما دايرش لهم حقوق ما دايرش لهم الكوبي رايت. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.